بداية سجلنا مشروع ستارت عن طريق روابط خاصة في صفحة الحاضنة، بعد ذلك تعرضنا لمقابلات أولية، بعد المقابلات الأولية تم الاتصال بنا لحضور جلسات إرشادية، بعد الجلسات الإرشادية تم اختيارنا لحضور تدريبات وورش عمل ولقاءات خاصة بالسوق، بعد ذلك تم الاتصال بنا من أجل المقابلات النهائية. بفضل الله أقنعنا اللجنة وتوجهنا توقيع العقود وتم احتضان المشروع. نشكر حضرة نيوكاسل التكنولوجية، برنامج الأمم المتحدة الإنماء UNDP، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC.